مشات في الدي واش زاد واش نقص الفرق ديال الرجلين اثقال او داخل الله اه الرجلين ثقال ثقالوا عليك بزاف احكي لي واش راك حاس لا مزيان مزيان فاش مزيان مزيان راك احنا مزيان وصف لي مزيان بوصف دقيق ونحس بالاكتيفيتي زعما ديال الاخر ماشي شي حاجه اللي هي مزيره ولا نحس راسي خفيف فهمت الضرب مابقاش يوجعني غير شويه هنا في الكتاب زيد تبدلت الاوضاع بزاف لا تبدلت في الاوضاع ما خفيف والولاد ما بغاوش يجي قدر الله ما شاء الله والله عاود اخويا محمد عليه غادي تكسبلوزا عاود يسكت ما شاء الله احلمت شي حلم البارح لا مالو عندك السيمانه قبلوه راني عاود ترك البارح عاود واش قلت؟ واش قلت؟ قلت كل البارح اللي حلمت واحد جا عندي نعس هكا جا واحد خرج بحال بويته من تما في القنت ديال البيت فهمت الاخر هو عريان حاشاك فهمت وداير الاخر بحال اللي رمى دي كلشي الاخر داير لوكور ديالو ودايرها فهمت وداك الشيء كيبري اللحم ديالو كيبري ماشي انا قلت له اركب منصور وانا نفيق فيها واش قلت له قلت له اركب منصور مالك منصور هذا الراجل كي درت عرفت انت بلي سميتو منصور ايوا غير هكا حسيت بصحته مهدوده هو زعما هكا وداك الشيء عاد جون ماشي كبير وبعد غدا ليه جات عندي واحد 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 المراه لابسه الاخر جلابه ليمونيه فهمت ودايره الاخر كلشي من هنا العين هذا العين اليمنيه كتشوف فيا خلات غير العين اليمنيه اللي كدير الاخر وهي طويله غليظه شويه فهمت بقات غير كتشوف بحال اللي بغات تكلم معايا وداك الشيء ما عطيتلهاش الوقت ما عطيتلهاش الوقت هذيك هي وغدا ليه وانا نشوف الاخر كنت ناعس وانا نشوف الحيط ديال الاخر هكا واحد المراه بحال تصويره تبان غير من هنا فهمت ولكن دايره بحال داك الشيء ديال الحيط القديم اللي كنا نديرو العيالات مع دايره الاخر دايره واحد الخمار بيض واللباس بيض هادشي السيمانه اللي فاتت يلا سيري كيسوا فاصليا بسم الله حاول تهبط ديك كمامه شويه وتهبط الشاشيه عبطها واحد شويه عبطها واحد شويه هاك صافي حيد داك السطل من تما جيبو حيد هذا يمكن لا لا خلي معليش شوف كحزو هنا ولا خرجو كاع على برا كاع خرجو هنا دير برا بو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه شفاء للناس أعوذ بالله من الشيطان قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشفى صدور قوم المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله تتجلى كل عاشق تتجلى كل عاشق تصرع كل عاشق تفضح كل عاشق تتجلى كل عاشق تظهر كل عاشق تفضح كل عاشق تتجلى كل عاشق سكنت وظلمت عاشق سكنت واعتدت عاشق سكنت وآلت عاشق سكنت وأمرضت عاشق تسمع وترى عاشق تقدس تتوارى عاشق تستخفي تتوارى عاشق تختبئ تتوارى عاشق جني عاشق تسمع وترى عاشق تستخفي تتوارى عاشق تختبئ تتوارى عاشق تقدس تتوارى عاشق جني عاشق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله
بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تتجلى كل ظالمة تتجلى كل ظالمة تتجلى كل ظالمة سكنت وظلم الظالمة تتجلى كل ظالمة سكنت واعتدى الظالمة تتجلى كل ظالمة أكلوها بسحر مرسوم ظالمة تتجلى كل ظالمة سلطوها بسحر مرشوش قيدوها بسحر مرشوش كبلوها بسحر مرشوش كبلوها بسحر مرشوش مسلطة بسحر مرشوش خادمة لسحر مرشوش دخلت بسحر مرشوش توكنت بسحر مرشوش عمرت بسحر مرشوش جنية بسحر مرشوش خادمة لسحر مرشوش بسحر مرشوش بسحر مرشوش جنية تسمع وترى جنية تدس تتوارى جنية تستخفي تتوارى جنية تختبئ تتوارى جنية بعدت القلوب والأجساد بين الأزواج بسحر مرشوش في البام والعتبة بعدت القلوب والأجساد بين الأزواج بسحر مرشوش في البام والعتبة بعدت القلوب والأجساد بين الأزواج بسحر مرشوش في الباب والعتبة بعدت القلوب والأجساد بعدت القلوب والأجساد بين الأزواج بسحر مرشوش في الباب والعتبة بسحر مرشوش رشته قريبة بسحر مرشوش رشته قريبة بسحر مرشوش رشه حسدا بسحر مرشوش بسحر مرشوش بسحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش علي خادمة تخدمه خادمة توكلت به خادمة تسلطت به خادمة عليه جنية خادمة سكنت وظلمت خادمة خادمة بسم الله والله أكبر ممن سكن وظلم ممن سكن واعتدى ممن سكن جنية عطلت كل شيء باعدت في الفراش بين الأزواج عطلت كل شيء باعدت القلوب والأجساد بين الأزواج عطلت كل شيء جنية جنية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لمن سكنت وظلمت واعتدت وآلت 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 في الجمال آلت في الرزق آلت في المال آلت في الصحة آلت 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 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 يسحبون
وجزء وطرف يسحبون من الدم والدماء والعروق يسحبون من الأيدي والأرجل يسحبون من كل مكان يسحبون من كل مكان يسحبون من كل مكان من كل مكان من كل مكان. بسم الله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. أجيبوا داعي الله 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 أجيبوا داعي الله. ومن لا يجب داعي الله ليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قلت إن النصيحة المحشوشة إذا بطلت خرج. ما فهمت قلت النصيحة المحشوشة إذا وفق الله سبحانه وتعالى وبدل هذا السحر المرفوش أدخل. حاولي توضح بكلامك تكلمي ما تنحنحيش علي أنا هنا. أعطيني شي حاجة مفهومة بغيت نفهمك وش راك تقول. صار مركبين لكل جام ولا قولي لنا شي حاجة مفهومة. قلتي بعظمة اللسان ديالك شي جامد شنو شاكي تبقى هذه اللغه هذه تعمل سيريانيه ولا ميتافيزيقيه يا وشين كاكا كالكواج غنبري بني كاش خاجري الله قباط شي ودن فهاد الشيء انا بغيت شراقي مجتهد يتعلم هذه اللغه هذه يزيد يجتهد معنا ان شاء الله. الاجتهادات هذه تاهي داخله في الاجتهادات انك تتعلم التخربيق تاهي داخله في الاجتهاد. اختي غادي نضربك غادي تبقاي تهضري بتمازيغت عرفتي تمازيغت الشيحة وهاني غادي نوض لك وغادي نشرب لك الشنطة غادي تفكري غادي تفكري شي حوايج بزاف ديال الحوايج غادي تفكريهم في هاد الحالة. غادي نسولك وإلا ما جاوبتينيش غادي نضربك بالعربية أولا بعدا غادي تنوض من بلاصتك وتجي تجلسي هنا حدايا. نوض روح نوض ها هو الكرسي. سوى صافي متفضل فلا يتفضل مشكور اخ. انت قلتي لنا ان السحر المر هضرتي بالعربية هذيك المرة ما هضرتيش بهذه اللغة هذه. قلتي لنا انه اذا بطل السحر المرفوض غادي تخرجي. نعم نعم واش قلتي؟ نعم نعم واشت فانا غادي نسولك واحد السؤال وحاولي تكوني صادقه معايا. واش راكي باغي تاكل العصا؟ لا مزيان سيبي راكي باغي تخرجي بصحه وسلام ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله مزيان. واش راكي تهضري مقدمه على هذه لو كرهنا شي كولا ولا حنا نعطيها لك ما كانش
وديك التخربيق اللي كنت كتهضر به قبيله علاش زعما بغيتي ديري البوز بغيتي ديري كينيزالو الملولي لا ما فهمتش واش زعما هذيك اللغه اللي كنت تهضري بها قبيله تكلم بها اللغه ديالك ايه مزيان نقدر نثبت لكم ان هذه اللغه لا وجود لها هذه اللغه ديالك انت نعم غادي نثبت لكم انها شي تخربيق قررت انا الليل طويل هذه الحصه حتى لي غدر جيبوا معاه الوقت حتى تخرج ان شاء الله نعم ان شاء الله واخا دابا هذه اللغه ديالك نعم مثلا دوكا تقدري تهضري معايا باللغه ديالك يا شيخ ولا كلش كلش قايتي يقول لك خلي جاتك اسيدي انا بغيت انا غادي نطلع لك اسئله وجاوبيني عليها اللغه ديالك كي كتسميو الشجره باللغه ديالك ايش كوا كاو ايش كوا كوا واخا كي كتسميو البرويط باللغه ديالك ايكلي كوا ايكلي كي كتسميو الشجره ايكشون كلاو ها انت زلقتي طلق جاج حروف واخا هذه ما لغه ما حتى حاجه هذا كذب دعينا من الكذب ودعينا من البوكي نعم كتكي كدفشي نعم لقيتش كذبي نعم علاش زعما لقيتش كذبي واش غتستافدي الا كذبتي واش غتستافدي الا كذبتي ما هي الفائده الا كذبتي الا بديتي ديري البوز ودابا مشكله دوك المشكل كنا بحال هاد النوع ديال الجنون اللي كنطلعو انشراقي مسكين عاد باغي مسكيني يخدم على راسو غادي انظروا ان الجنيه تتكلم بلغه غريبه ويقرب عندها ويزيد الكاميرا ياك يسولها يقولها لا ترجمي لي هاد اللغه وحنا لو كان نقبلوا سبوره ونكتبوا نقولوا لها شجره كنسموها باللغه ديالك وتعطينا داك الاسم وننقزوا لشي حاجه اخرى نعطوها خمسه ديال الاسماء نعاودوا نسولوها من جديد تغلط ما كاينش هاد الشيء هذا حاليا هذا تخربيق تخربيق هذا ولا مش تخربيق تخربيق هذا تخربيق هذا ولا مش تخربيق نعم تخربيق واخا دابا هاد التخربيق حنا غادي ينفعنا في شي حاجه اللغه ديالي اللغه ديالك وهاد اللغه ديالك لقيناها ما كايناش كاع اصلا نعم ما كايناش ما كاينه ما كايناش الرقيه مشات رقيه الزلمه الا من رحم ربي واخ انتبهتوا هذه المعلومات هذه نثبتها للناس هذه تنفع الناس فيها طرفه وفي طيتها خير كثير نعم غادي نمشيو معاك حنا مزيان وغادي نديرو بحال اللي حنا ما نفهمو بغيتك تقولي لي هي بلاتي بصوت منخفض تعطيني الشجره كي كتسميها باللغه ديالك ايش واش واش ايش واش واش ايش واش واش واخا وبرويط كي كتقولي لها باللغه ديالك بيروت بيروت ها انت غلطتي واخا وخبزه كي كتقولي لها باللغه ديالك بلايتو بلايتو واخا والسكين كي كتقولي باللغه ديالك شبشب شبشب واخا والمنزل كي كتقولي له باللغه ديالك تيروت تيروت واخا والمعشقه معلقه كي تقولها باللغه ديالك بيت فيت بيت فيت واخا وهالبانون هذا اللي راني ناكلو كي كتقولي له نسمات نسمات ضمت البنة ايديال هادي ولا شو ميشا ولا نسمات نسمات واخا كي كتقولي للشجرة باللغة ديالك شاو شاوت هذا رفع التحدي مع دوك اللي حاطين هاد العناوين تاع لغات غريبة يتكلم بهذا الجني واخا هاي غلطت واخا كي كتقولي للبرويط بيروت بيروت قلت لنا بيروت حنا برويط واخا كي كتقولي للمعيشقه بيستي ها انت غلطتي ها انت اخوتي انت ما تشوف هذه اخطاء فادحه انت غلطتي شر البليه ما يضحك يعني ليس كل ما يقال على السنه الجن يصدق
نقوم نزرعوه في عقول الناس وتعم به البلوى وتضيع به الأمة. فساد هذا راه مفسدة مفسدة. هاد ما يسمى باسم الاجتهاد. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عرضوا علي رقاكم لو كان دابا ويقول لهم عرضوا علي الرقى ديالكم ما مصيبة. المردان رقاكم كاري لغات مصيبة والله العظيم إلى مصيبة والله العلي العظيم أقسم بالله إلى مصيبة. وخاك كتقول لي المعشقة نسمت قلت لنا نسمت سيدي قلت لنا نسمت كي غلط. واخا وكي قلت لنا كتقولي للسكين بيتوت قلت لنا الشبشب. واخا انا اثبتنا لكم ان ليس كل هذا شوف هي طرفه ولكن فيها خير. احنا نثبت لكم ان هذا الجن كيكذب. وراه دابا كتلقى يمشي مشيه غريبه يقول يتكلم بكلام غريب عرف شنو يدير بكلام شيء غريب يكعبر بشكل غريب يطفطف بشكل غريب يبروط بشكل غريب يزروط بشكل غريب يأكل بشكل غريب يتشكل بشكل غريب يغمس بشكل غريب. ماشي كل حاجة كتقال كتصدق ورا ماشي كل شيء اللي كيقولوا الجنيت بحال هذاك تاع قبيله غفر الله لنا وله وصلى الله نشفيه من هذه اللحظه. قالوا الجنيت الدرصه ديالك فيها الرصاص بلا نهار مسكين مشى يقلع الدرصه فيها الرصاص ضيع درصه بها بالرصاص ودرصه كتعدل بفلوس ضيع الدرصه ضاعت. ونجي دروكا جايبت لنا هذه اللغه هذه ولكن بعض المرات لابد اننا ندير واحد الفاصل ونواصل ولن يضيع الوقت ان شاء الله باذن الله لان معنا الوقت طويل حتى لا يقول اي واحد اللي يسمع لهذا المقاطع او تقطع يعني في وقت من الاوقات ويقول لك شوف كان يضيع الوقت. فانا لا اضيع الوقت وقت الحصه طويل واضح بالعكس نستغل الاشياء التي ارى فيها نفع للامه وتنفع البلاد والعباد نقولها نستغل الفرصه ونقولها وادل الناس على الخير ونمحو الخرافات من عقولنا لانني ما اكثر الاشياء اللي شفتها بامي عيني راي العين نعم عناوين غريبة عجيبة قد أكون أنا كنت سابقا أفعل هذه الأشياء ولكن الحمد لله رب العالمين أشياء تافهة أشياء يعني لا ما فصلت وما ما يتشاف يعني فهمت. طيب احنا دركا وجدنا أن ما عندكش انتي لغة هذه اللغة هذه اختراعي دفشتها ياك احنا بغينا ننقصوا هذا الكلام هذا دابا انتي اللي بديتي كتكلمي بهالطريقة هذه وبدون سبب يبانت لك بغيت تطنزي علينا يبانت لك هذه لغه الاحصينه يبانت لك بغيت تطنزي علينا جيبي بينا وقيتها نعم 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 بغيت تطنزي نعم غادي نطنز عليك مزيان ونقول لك واحد الحاجه هذا راه والله الا ديال العواد هذا اقسم بالله ديال الخير غادي نضربك به حتى لقيت نحنحي لقيت نحنحي غادي 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 تصلصلي غادي عرفتي كي يقولوا لك تبوريضه تبوردي معايا هاد النهار هذا غنديرو لك تبوريضه هاد النهار كتبغي تبوردي مانا فصيلة انتيا بعدا مانا فصيلة انتيا مانا نوع مانا نوع اي الشكل اللي انتي كتشكلي فيه مثلا ولا خارج هاد البدن هذا كتشكلي عليه ولا الهيئة اللي خلقك عليها الله عز وجل خارج هاد الجسد هذا أسيدي توقف على هذا السؤال تخرجي طاعة لله تخرجي عدنا نظرة ديالك غادي نمسلوك وندير لك مساج مساج شينواز هادي عرفتي ذاك المساج عرفتي ذاك المساج الجديد طقطقات طاقة العظام ولا طقطقات العظام سمعت طقطقات سمعت ذاك الشيء نتاع الطيابات في الحمام العظام نطرطقهم لي ما كان زين على هاد الطنزل اللي طنزتي علينا اكش واش واش وهاد هاد الواش الواشين هيا تعزمي انه سليمان الحكيم هاد نوريك تخرجي انا الوعد ديالك انك تدلينا على مكان السحر ونحيدو داك الشيء اللي وريتي لنا انتيا وتمشينا معك على داك الشيء اللي قلتي انتيا باش انتيا تخرجي يعني الا درنا معك هاد المجهود هذا كامل وما خرجتيش غادي نقلبوا معاك الوجهه ونقلبوها لدرب تاع الصبانه درب التبانه درب يعني الصبانه يعني العصا الدارجه الوجديه وان نضربك ضرب البعير وانا نبقاو نضربوك حتى تلف لك الشرق مع الغرب نضربك نضحك قدشي بالمقلوب انت عوده عوده الله عايشه معنا في هذا الحماق هذا نمشيو معاك زيد انت عوده تخرج طاعة لله
طاعه لله. وما ديري لي شي فيلم درامي وديري فيها غتخ حيت راني قررت نضربك. بغيتك شوفي انا بغيتك ترجعي لديك البلاصه اللي هيها ونعطيك دقيقه وديري بادره باش تخرجي حيت الا ما خرجتيش غادي يسمعوا الحس ديال الغوات ديالك بحال هكا. السمع ركزي ركزي معايا كي غادي نقام نضربك غادي ندير لك طقطقات العظام الا عندك شي عظم ما شادش بلاصتو غادي يقبضها. يلا طلق راسك نوض نوض كحز عليه انت بديت تخاف شويه. جعنا الله يلا جعنا هذا النهار هذا عم تبع الرجيم الرجيم طفات لله. يلا يلا أمضان يلا أختي يلا 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 ما تبورديش علينا هنا. يلا الصربان تاع ولاد علا طلقي راسك ويلا طلقي راسك ها كنستناوك راه عندك الوقت باش موراها نوضو نعطيو وقت لهاد. يلا عصير تفضلي تفضلي انا كنستناك انا كنستناك مالك بالك نديرو لها المسدة نمسدوها. عمرك كليتي فلاقة؟ لا غادي تاكليها اليوم ان شاء الله وغادي نفضلو فيك وغادي نكرموك وغادي الاكرام داكشي روعة. اجي اجي قبض بحال هكا زوج بعدي تخرجي نخرج عيات اخوتي عيات
نشوف انا نضرب عليك دانون وانت تاكل العصا ماشي عيب. ربي ما يبغيش هذه الحاله. ربي واش خلقك باش تعذبي؟ نخرج 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 نمشي بحالي نخرج نمشي بحالي نخرج نمشي بحالي ديك العصا نخرج نمشي بحالي انا هكذا ماشي عيب انا ناكل دانون انت تاكلي العصا دانون ديالي كملته انا صحتك صحتك انا نوريك الصحه كي دايره هز لها رجليها عمرك كليتي فلقه في حياتك وقولي لا لا واسبق لك كليتي فلقه لا لا قول والله لا والله ما عمرك والله 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 كولي فلقه كولي والله 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 تخرجي اش هاد الكلمه تاع نخرج نخرج كرهتها طلعت لي بصحتي خرجي الى تخرجي واه احنا معاك دابا دابا نخرج دابا نخرج منين دخلتي منين دخلتي نخرج رجع له الله طيح ظهرك يسكت نخرج الله الله نخرج منين دخلتي منين دخلتي منين دخلتي من البلاصه اللي دخلتي منين دخلتي والحق منين دخلتي منين دخلتي منين دخلتي برجلي برجلي ايوا كولي خرجي دابا نخرج دابا نخرج 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 يلا اختي يلا نعاود نعاود نتهلاو فيها يلا بابا يلا يوفقك الله يعزك خفيف فلقة مش حاجة اللي صعيبة ولا شي أمر اللي يخوف مش هادشي يخوف صعب الصلاة ما يخوف ما يخوف مش هادشي هادشي سهل نخرج 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 قلت لنا نخرج قلتي هانا أبدا عما كنت شي فلقة لا والو قريتي في صغرك دخلتي المدرسة لا ما قريت قولي والله ما قريت فين كنتي عايشة كوري طلعت عايشة غير برا فين برا فين فين كنتي عايشه برا احنا بغينا نكتشفوا هاد الجنيه الحياه ديالها المهنيه والوظيفيه يعني واش كان الدور ديالها في هاد الحياه كتسمعيني واش الدور ديالك في هاد الحياه فين كنتي عايشه كنت عايش غير برا مع الويد كنت عايشه غير برا مع الويدان واش انت واش انت هي بعدا باش تكوني عايشه مع الويدان اه الله ما زابيل ولا ما زابيل طلع لك شنو قالت لك المزال استغفر الله شوف راكي كنخدم بزاف وكنعيا كنبقى الله شي غير صبروا معنا هذا النهار هذا بصح اليوم تخرج ان شاء الله اليوم باذن الله تخرجي اه يا ما خرجتش ضحكتك خرجي صافي صافي تخرجي دابا دابا يلا تلقي راسك عاوني راسك عاوني راسك عاوني راسك خصو يحس بيك خرجتي الموت علينا حق الموت علينا حق لا لا خليها تجبد راه ما غاتخرج متأكد واش خرجت ولا لا اوه لو كان ما تخرجش لو كان ما تخرجش تلقينا 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 بسرعة 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 ليش الروطان تلقي راسك اه
عمركم شفتوا عودة عايشة في الوديان؟ كذوب كذب كذب. شوف أكبر شوف إحنا عندنا نسبة الماء في جسم الإنسان 95%، هذا تفسير ديال العلماء، 90% على ما أظن. فجسم نسبة الكذب في جسم الجن 99%. كذاب. خرجتي ولا مازال؟ عاود تاكل العصار، هاد الجب الدرك علينا وهاد تكسل وراه داكشي تاع وصحابتك راه كيف في حمام الدرجه ماتل ماتل كنت كتشوف هاديك اللي طلقها تفكر وليك بطها تعرف علاش باش تعيا تخرجي راح تخرج من الفيلاس كي تخرجي منين راه كي تخرجي منين مع فمو مع فمو هذا مزيان زيد بسم الله حاج تسمعني؟ كتسمعني؟ جاك النعاس؟ راك مرتاح؟ الحمد لله الحمد لله خويا محمد الحمد لله بقى هكاك حاول نوض باش نسولك شوية اقلع الشاشة واجي اجلس انا حدايا ضيع الاخرين اللي كتصور لا ما باش نصور غير اجي نقلب الكاميرا الحمد لله يا جلس يا رب حاول تحكي لي ملي طحت وتجبدت وحسبت شي حاجه كتطلع مع فمك احكي لي واه كدير كنطبلوكا هنا هذا الميكرو قربوا لفمك شويه سمعت قرب ندير له كنطبلوكا في الصدر كتبلوكا في صدرك في الصدر وكان زيدت واخا احكي لي وصف لي وصف لي زعما ندير بحال اللي كنترسم تجبد في المسائل واخا ودابا راك حاسب شي حاجه خرجت منك ودرك ملي درت الاخر تشوف سخفت مره واحده سخفت مره عمرو قال لك هكا قرب الميكرو فمك لا سي لا بريمير اول مره اول مره انا قال الشهد هذا بغير العجب راه اول مره اساس اول مره الحياه ديال زعما راه فوتها غير الميكرو فمك سمعت قرب منك الحياه ديال فوتها غير في التماره ولا تشوف حتى صرفنا زين سمعت حتى صرفنا اخويا محمد اسمح لي راه عندي لا معليش ما نجي خذ كلينكس المهم راك حاس باللي كانت شي حاجه طلعت من الجسم ديالك مع فمك تقدر تقول لي واش راك مرتاح لا راني مرتاح 100% راني مرتاح الحمد لله 100% قول لي اعطيني شي بلايص كانوا يضروك ما بقاوش كيضروك دابا في هاد الدقيقه عندك الظهر عندك الكتف كلشي ما راهش يضرك لا بعدا من البارح ما بقاش يضرني بصح ولا البارح ملي كنت درت معايا رونديفو جديد راه تعرف بيت مع الصباح ويوم بصح ملي رشينا داك السحر المرشوش البارح وحيد لا حسيت بحاجه مزيان هو حسيت فرق كبير الحمد لله مرتاحيت وزاد عاد انت ما شفتش داك اول البارح مع بقيت كنفكر غير كيصرف لسي محمد زعما ما سي مولا كبير حتى الثلاثه ديال الصباح انا ربينا ما ندير التليفون ما تجاوبني كانت باقيت لنا اخر حاجه لا ما خرجتش حرقوها بالشاي لا كي قال لك داك السيد صب عليه بعصا وكاين شي اخوه مساكن كيدخل عندي مسكين يقول لي ضرب يا ودي راك فايق لا ضرب يا ودي فين تضرب ما شاء الله خير محمد الله المستعان الحمد لله شوف انا غادي نقول لك انا ارى والله اعلى واعلم ان الامر واضح ان الحمد لله شفيت ولكن لحفاظا على سلامتك ديما كنخليه واحد النسبه مئويه انه باقي الشك ولكن انا كنقول لك في هذه الدقيقه انا اميل
امين انه نسبه كبيره انها نعم. خرجت والحمد نعم. لله وركزوا على كلامي امين نسبه نعم. كبيره انها خرجت نعم. واتمنى ذلك ان شاء الله وان شاء الله باذن الله عز وجل غادي ندير واحد القضيه غادي تمشي للمنزل ديالك كثر من العبادات وانا اعلم انك رجل نعم. صالح تعبد الله عز وجل على حرط اسمعني الله يجزيك بخير كثر من العبادات سمع سوره البقره ايه الكرسي مكرره الاذان مكرر هذا الزيت نلقاتك البارح لو كانت طلعت معايا الفوق راه كان تام على اخر القران يجبد راه ما كان خليش دوك منين جيت انا خليت الاخر ما قلتهمش دوك غادي يمشيو لي لحقاش قطعوا عليا سونيش قدر الله ما شاء الله افهم الحمد لله على كل حال واه اخويا مرحبا الوالدين جزاك الله خير امين تعطيني داك ما نختموا شي دعوه من القلب لهذا الاخ هذا دعاء دعاء ان شاء الله هذا الاخ ربي يشفيه لانه مر باحزان وظروف وضغوطات في الحياه ديالو لا يعلمها الا الله عز وجل كل سائر مرضى المسلمين اللي زاد ضيقهم وحزنهم وهمهم لا 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 كاميرا فوجيكم كان مرضى المسلمين جميعا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما كل مرض يتألم ولا يعلم بضره وألمه إلا رب الأرض والسماء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلها أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما اللهم شاف مرضانا وعاف مبتلانا كن اللهم رب معنا في كل خطوة نخطوها اللهم أنزل رحمتك وسكينتك على كل مرض يتألم اللهم صب صبائب رحمتك على كل مرض يتألم اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وعاف مبتلانا يا رب العالمين اللهم أنزل رحمتك وشفاءك وعلاجك ودواءك على كل مرض يتألم اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها القلوب ترفع بها البلاء وتنزل معها رحمتك والشفاء وتشفي بها الأدواء ومشفين بشفائك ودوهم بدوائك اللهم أنزل علينا القرآن العظيم بردا وسلاما وسكينة ورحمة وهدى وشفاء ونورا يا رب العالمين اللهم أنر به قلوبنا اللهم أنر به صدورنا اللهم أنر به بصيرتنا اللهم يا ربي اجعله شافعا لنا يوم القيامة يوم الخزي والندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سألك بحق حروف كتابك المقدس العظيم وآياته وأسطره يا رب العالمين اشفنا بشفائك وداونا بدوائك كفينا شر الأشرار كفينا شر الأشرار يا رب العالمين كفينا شر السحرة الأشرار يا رب العالمين اللهم باعد بيننا وبين كل ساحر وساحرة اللهم باعد بيننا وبين كل عائن وعائنة اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة اللهم باعد بيننا وبين كل ظالم وظالمة اللهم باعد بيننا وبين كل عائن وعائنة وباعد بيننا وبين كل ساحر وساحرة وباعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة اللهم يا ولي الصالحين يا مجيب دعوة المضطرين يا ناصر المظلومين والمستضعفين أسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها يا ذا المن والفضل والجود والكرم اللهم ارحمنا رحمة واسعة تشمل بها صغيرنا وكبيرنا وشيخنا وآباءنا ومن علمنا وأجدادنا وأمهاتنا اللهم يا رب اشمل علينا رحمتك اجعل رحمتك تشملنا جميعا وسائر المسلمين في أقطار الأرض وأمصارها اللهم اغفر لنا الذنوب واستر عنا العيوب اللهم لا تحاسبنا بذنوب اللهم لا تعاقبنا بذنوبنا وارحم ضعفنا وتقصيرنا في حقك وجنابك يا رب العالمين لك الحمد على أدق النعم وكلها وجلها وصغيرها وكبيرها ما حمدناك حق حمدك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله نسألك فعل الخيرات ترك الفواحش والمعاصي والزلات والآثام والمنكرات كلنا يا رب وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم يا فاتح أبواب الفرج يا عاليا بلا درج يا من شق البحر لموسى حتى خرج أخرجنا وسائر وكل المسلمين من الضيق إلى الفرج لا إله إلا أنت أعز جارك جل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك ولا رب سواك ولا إله غيرك ولا رب سواك ولا إله غيرك ولا رب سواك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما اللهم ينفهم مسلما فهمنا
ويا معلم داود علمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقل ربي زدني علما. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل اللهم رب على محمد في الأولين وعلى محمد في الآخرين وعلى محمد في الملائكة على يوم الدين، صلاة تامة كاملة أبدا ملء السماوات والأرضين، صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتهدي بها قلوبنا وتصلح اللهم رب بها حالنا وأحوالنا، والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ربي ما كان مصاب فمنك وحدك، وما كان خطأ أو سهم أو زنا نسيان في طريقة القراءة ونطق الكلام، فأمن نفسي من الشيطان والله رسول منها وبراء، والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. راه كنت غادي نجي معايا واحد ولد الاخ اللي ولد الله ساعه كان مشغول يا صاح، قدر الله ما شاء فعل. صونيت عليه منين درت ديبار عيد الصونيه، ما جاوبنيش حتى وصلت لوجدة دار لي التليفون، قال لي ودي راه كنت مشغول انا ذاك الشيء، قال لي وما سالفش التليفون كونسيرونس. وما تشاؤون الا ان شاء الله، خصني وجهك بالماء بارد والرقبه ديالك تدخل الطواليت هز كلينكس ولي رجع لعندي. محمد ترى لي حرف صاحب، قلت له غادي نرجع لك انت. الله المستعان. ما شاء الله اخويا ابو محمد، ما شاء الله ما شاء الله اخويا. انا لو كان سالتني المره لو كان مش في الحياه الصغار هي مغنى في